أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في مادة اللغة العربية في الأسبوع الأول. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب، يتعرف الطالب الفكرة العامة من النص المسموع، أيضا يقرأ النص قراءة ناقدة. في هذا الأسبوع أعزائي الطلاب سيكون هناك قراءة لدرس تهذيب النفس. القراءة عزيزي الطالب هي عملية عقلية وتعني إدراك القارئ للنص المكتوب وفهمه واستيعاب محتوياته. أيضا هي عملية تفاعلية بين القارئ والكاتب، وتعتبر نشاطا للحصول على المعلومات، حيث يتم قراءة هذه المعلومات إما بصمت أو بصوت عالي، ويجب على الشخص القارئ أن يكون قادرا على نطق وفهم الكلمات والحروف والإشارات والرموز الموجودة في النص. وتحتاج القراءة إلى وجود مهارات داعمة مثل مهارة الكتابة والتحدث والاستماع. أما استراتيجيات القراءة الناجعة عزيزي الطالب، تحديد أهداف القراءة يساعد وضع أهداف واضحة للقراءة في تحسين كفاءة القراءة بشكل كبير، حيث يتم تجاهل أجزاء وأهداف غير مهمة والتركيز على المهمة بسهولة. أيضا تعلم مفردات جديدة لجعل القراءة عملية ناجحة، يجب إعداد قائمة بالمفردات الجديدة التي تمر على القارئ أثناء قراءته، والبحث عن معاني هذه الكلمات لفهم محتوى النص بشكل أفضل. اختيار البيئة المناسبة للقراءة، تحتاج القراءة إلى التركيز والراحة، لذا يجب اختيار مكان هادئ ومريح بعيداً عن الإزعاج، حيث يمكن إنشاء مكان مخصص للقيام بها والذي يعمل كذلك على تحسين المزاج للقراءة. القراءة السريعة عزيز الطالب، تهدف هذه القراءة إلى الحصول على معنى وفكرة عام عن محتوى النص، ويتم ذلك عن طريق تمرير العينين على الجمل والعبارات التي تحتوي على التفاصيل، ومن ثم التركيز على النقاط الرئيسة والخطوط العريضة في النص. أما فوائد القراءة، تخفيف التوتر، تنشيط الذاكرة، تطوير المهارات الكتابية والشعور بالراحة والهدوء، تنمية العقل، زيادة التركيز، وسيلة للترفيه والمتعة، وجعل الشخص أكثر ذكاء، وتعزيز قدرة ووظائف الدماغ. في هذا الأسبوع أعزائي الطلاب سنقوم بحل أسئلة الدرس الذي تناولت مجموعة من الأخلاق سعت إلى تهذيب النفس المؤمنة وحماية المجتمع الإنساني المؤمن من الآفات الاجتماعية. سنقوم بحل أسئلة الفهم والتحليل وبيان القاعدة العامة التي أرشدت إليها في التعامل مع الخبر المنقول، بيان أثر الإشاعة والخبر غير الموثوق في الفرد والمجتمع، أيضا دور المؤمن دور إيجابي في بناء المجتمع، أيضا بيان الحكمة من نهي الآيات أو السخرية المؤمنين من بعضهم البعض، أيضا الحكمة من التنابز بالألقاب، الظن السيء بالمؤمن، التجسس والغيبة. أيضا هناك اهتمت الآيات بتقويم سلوك المؤمن ظاهرة وباطنة، بالنهي عن بعض السلوكات الضارة بالمجتمع. على الطالب عليه أن يصنف هذه السلوكات وفق جدول، سلوكات إيجابية وسلوكات سلبية. أيضا بيان لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الناس شعوبا وقبائل. يذكر الطالب مقياس المفاضلة بين الناس عند الله سبحانه وتعالى. أيضا رفض طائفة العودة إلى جادة الصواب. هنا للمؤمن كما قلنا دور إيجابي في بناء المجتمع، فماذا أوجب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وفق هذه الآيات في الموقفين الآتيين اللي هي اختلاف طائفتين من المؤمنين ورفض طائفة العودة إلى جادة الصواب. ما القاعدة كما قلنا العامة التي أرشدت إليها في التعامل مع الخبر المنقول، وما أثر الإشاعة والخبر غير الموثوق في الفرد والمجتمع. إذن هذا الدرس يتحدث عن مجموعة من الأخلاق سعت إلى تهذيب النفس المؤمنة وحماية المجتمع الإنساني المؤمن من الآفات الاجتماعية، وهي لماذا على المسلم أن يتعرف إلى عيوب نفسه أيضا، وعلى المسلم أن يصلح عيوبه قبل أن يصلح عيوب غيره
ما السبب في ذلك؟ أيضا الحكمة من نهي الآيات الكريمة عن التجسس والغيبة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.